أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للوقوف على التصعيد الميداني بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهات مأرب والجوف، وإعلان التحالف عن بدء عملية عسكرية منفصلة وصفها البعض بالعبثية والمكررة. قالت مصادر عسكرية لقناة بلقيس إن معارك عنيفة تدور بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في صحراء شرق محافظة الجوف، وأكدت أن المعارك اشتدت عقب سيطرة الميليشيا على أجزاء واسعة من معسكر اللبنات الواقع بين الجوف ومأرب، مع استمرار المواجهات في الجبهة الغربية للمعسكر. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين سيطروا أيضا على منطقة المرازيق بصحراء خب وشعف، وقطعوا الخط الصحراوي الرابط بين اليتمة ومأرب. في المقابل أحرزت قوات الجيش تقدما في جبهة هيلان وسيطرت على مواقع جديدة. أما التحالف فقد أعلن عن بدء عملية وصفها بالنوعية لتحييد القوات الصاروخية للميليشيا ردا على استهداف الرياض. مراقبون يرون أن استمرار التحالف في ضرب جبال العاصمة لن يسهم إلا بتقديم خدمة للميليشيا في الاستفادة من الأحجار الناتجة عن الغارات واستثمارها في إعداد متارس وخنادق في مناطق المواجهات. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل تنجح الميليشيا بالذهاب نحو مأرب؟ ومن يتحمل مسؤولية الضعف الملحوظ في الجبهات؟ وما الفائدة التي سيجنيها التحالف من استهداف جبال العاصمة صنعاء؟ ولماذا لا توجه الغارات أو توجه نحو الجبهات المشتعلة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود قوم معنا. في الصحراء ما بين مأرب والجوف، معارك عنيفة تدور رحاها بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. المعلومات القادمة من الميدان تفيد أن المعارك اشتدت عقب سيطرة الميليشيا على أجزاء واسعة من معسكر اللبنات الواقع ما بين الجوف ومأرب، مع استمرار المواجهات في الجهة الغربية للمعسكر. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين سيطروا أيضاً على منطقة المزاريق بصحراء خب والشعف، وقطعوا الخط الصحراوي الرابط بين اليتمة ومأرب. الجهة الغربية من المحافظة تشهد هي الأخرى معارك عنيفة، وبحسب المصادر الميدانية فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في سلسلة جبال هيلان غربي مأرب. وأضافت المصادر أن المعارك استمرت حتى فجر اليوم في ظل غياب شبه تام لطائرات التحالف. يأتي هذا التقدم للجيش في وقت تشن ميليشيا الحوثي هجمات واسعة ومتعددة على مديرية صرواح في محاولة منها للتقدم باتجاه المدينة. في المقابل تخوض طائرات التحالف معركة عبثية ومنفصلة مع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد الإعلان عن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال إن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير القوات الصاروخية لميليشيا الحوثي التي وصلت بالأمس إلى العاصمة السعودية الرياض. هذه العملية دشنت بسلسلة غارات على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، سبق لطائرات التحالف وأن قصفتها عشرات المرات. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، وأيضا ينضم إلينا المحلل السياسي سلمان عسكر من أبها. مرحبا بكم معنا. نبدأ مع الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. بداية، ما هي آخر المعلومات أو متابعتك للتطورات الأخيرة في الجبهات في مأرب والجوف هناك؟ أسعد الله أوقاتكم وتحية لكم ورد الأخ سلمان عسكر. أولا بالنسبة لجبهات الجوف، للأسف الشديد فقد سقط معسكر اللبنات، يعني بدون قتال وليس لقتال، تم الانسحاب منه فجرا. وللأسف الشديد يعني أي مدرك لأبجدية العلوم العسكرية كان يدرك أن الحوثي سوف يتوجه إلى معسكر لبنات. وللعلم والأحاطة أن الشرعية أعلنت سقوط المعسكر قبل 20 يوم، ثم أعلنت أنها حررته قبل أن يصل إليها أي حوثي. للأسف الشديد أيضا أنه طالما أن الحوثي كان سوف يتوجه إلى لبنات، كان يفترض أنه عمل كمائن أو عمل خطوط دفاعية أو حتى تلغيم الطرقات. للأسف الشديد لم يحصل هذا أبدا. هناك معارك في اليتمة، وهذه المعارك كر وفر يعني كما هي عادة حروب الصحراء. بالنسبة لجبهة صرواح، الحوثي ولمدة أكثر من أسبوع حاول أن يخترق هذه الجبهة، ولكن هناك قليلة من بقايا الجيش الوطني، وأقول من بقايا الجيش الوطني صمدت، إضافة إلى قبائل مراد
التي ساندت ودعمت بقايا الجيش الوطني في جبهة صروة. بالنسبة لجبل هيلان لا أعتقد أن هناك تقدم، هناك كر وفر في نطاق عسكري محدود، لأن جبل هيلان مساحته يعني تقريبا 15 كيلو في 10 كيلو، ف يعني كم سيطر كم تقدم الجيش الوطني في هذا المساحة. إذا سيد عبد العزيز، هنا سؤال من المعطيات التي ذكرتها الآن، هل اقتربت الآن ميليشيا الحوثي من مأرب جغرافيا إذا ما تحدثنا، وما الأسباب لقربهم منها يعني بهذا الشكل؟ هم لم يقتربوا حديث يعني الآن، هم قريب من أول، يعني هم على بعد حوالي 40 كيلو في صروة، وهم على بعد حوالي 30 كيلو في جبل هيلة، هذا مؤكد. الذي أريد أن أنبه إليه على أنه، وكتكلم فيه قبل يوما في قناة بلقيس، على أن الهجوم على صروة وقانية الغرض تشتيت الجيش الوطني، والهجوم الرئيسي على مأرب سوف يأتي من البطن، من الجهة الصحراوية، من الجهة الشمالية والشمالية الغربية. سبب الاقتراب هو تراجع الجيش الوطني والهزائم الغير مبررة، ونقول الهزائم الغير مبررة، كون هزيمة معركة نهم لم تكن مقبولة لا منطقا ولا عسكريا ولا بأي منطقة حتى بمنطقة المعارك القبلية. نعم. اقتراب الحوثي الآن هو يحصد الشرعية، الآن تحصد الفساد الذي سادها في الفترة السابقة. حقيقة الجيش الوطني كان يفترض أن يخرج لملاقاة الحوثي خارج لبنات، أو يتجه للحزب، أو في اتجاه معسكر ماس الجفرة. الآن الجيش الوطني في حالة انتظار، ولا يوجد حال للأسف الشديد حتى عمل الأنساق الدفاعية. نعم. الأمور، أنت سألت هل ممكن يتقدم الحوثي إلى مأرب؟ أنا أسأل أجيب بسؤال آخر، ما الذي سوف يمنعه؟ ما هو المانع إذا شاف الأمور مفتوحة، وإذا ما فيش مقاومة، وإذا ما فيش خطوط دفاعية؟ للأسف تحولنا الآن من الطور الهجومي للطور الدفاعي بعد سقوطنا. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. نعود إلى ضيفنا سلمان عسكر. سيد سلمان، هل يمكن لهذه العملية العسكرية التي أعلنها التحالف أن تمنع وصول صواريخ الميليشيا إلى الأراضي السعودية؟ بداية أحييك وأحيي ضيفك المحلل الاستراتيجي الأستاذ عبد العزيز. كل شيء متوقع في عالم الحرب، يعني الحوثيين على امتداد السنوات الماضية أرسلوا كم كبير من الصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، كانت تستهدف مواقع مدنية، مواقع بعيدة عن المواقع العسكرية، كانت تستهدف المطارات، استهدفت الحرمين الشريفين. يعني من المتوقع خلال الفترة الماضية أن هناك المزيد من الصواريخ، لأنها لا تزال عملية التهريب الإيرانية للحوثيين على قدم وساق. عملية التهريب ووصول الأسلحة الحديثة والمتطورة إلى أيادي الإرهابيين الحوثيين لا تزال قائمة إلى الآن. ليس هناك أي التزام بمبادئ أو قوانين أو اتفاقيات الأمم المتحدة ولا بالعهود الدولية. هناك مماطلة وتحدي صارخ ضد الأمم المتحدة وضد المجتمع الدولي. هذه الصواريخ التي تطال المملكة العربية السعودية ليست تهدد المملكة فحسب، هناك تهديد الملاحة الدولية كما شاهدنا الآن، هناك أكثر من سفينة محتجزة في الحديدة محتجزين الحوثيين، لم نجد أحد تكلم. لكن سيد سلمان، هنا نتحدث عن الغارات، الكثير يتحدث اليوم أن الغارات التحالف عبثية، كونها تستهدف مناطق سبق للتحالف أن استهدفها عشرات المرات، ما هو ردك على هذا الطرح؟ لا، لن تكون عبثية اليوم. يعني ما أريد أن أبث عبر قناتكم من خبر جديد، وهذا خاص لكم، أن إحدى الضربات لأحد المواقع التي كانت يسكن ويختفي فيها خبراء إيرانيين كانت ضربة قاسمة للظهر. هناك إن أعلن الحوثي هذه النتائج، هناك ضحايا كبيرة من إيران وحزب الله اليوم، وهذه الضربة الأولى الناجعة التي أنا أعتبرها بكل المقاييس 100% حققت أهدافها، بعيدا عن أن هناك ضربة أخرى في الحديدة كانت موفقة وناجحة، أيضا الضربة في النهدين كانت بمعيار مختلف عما سبق. أنا معك أن الكثير يسأل بأن هذه المواقع هي مواقع مستهدفة من أمد طويل جدا،
وهذا يعني من الطبيعي أن يضع هذا السؤال، ولكن ما حدث اليوم هو ضربة مختلفة تماما. هناك ضربة لمعسكر الفرقة في الستين غرب صنعاء، لم يكن لها أي ضربة قبل الآن. هناك معلومات استخباراتية حديثة تم على ضوءها الوصول إلى أهداف ومعاقل سعودية. أيضا الكلية الحربية اليوم عن بكرة أبيها في الروضة شمالي العاصمة صنعاء. يعني ما كان يحدث خلال الفترات أو السنوات السابقة في منطقة نقم أو النهدين اليوم أتى مختلفا. اليوم هناك أكثر من 16 غارة أو صاروخ حققت أهداف ناجحة. هذا قد يكون في المقام الأول رسالة. نعم. المقام الثاني هو رد على ما حدث من الصواريخ رسالة للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة قادرة على أن تدافع عن المدنيين والمقيمين داخل أراضيها مثل ما هي الآن، ولله الحمد تدافع عن المدنيين في مأرب. فالصواريخ اللي كان بإرسالها الحوثيين ليلة أمس كانت كما يقال بداية لنقطة تحول. أنا أقول نقطة تحول. ما يحدث من اليوم من الساعة السادسة صباحا وفي الوقت لا في وقت لاحق من اليوم وصاعدا سيكون مختلفا عن المرحلة الماضية. الآن بدأ الحوثي في ظل ظروف العالم متجه لمعاناة ومواجهة انتشار كورونا، لا يزال الحوثي يعبث ويتوقع أن المملكة العربية السعودية ليس أنها ستكون مشغولة بالدفاع عن كورونا، وليس لديها القدرة على الدفاع عن جوها. نعم، سنتحدث عن استغلال الحوثي للأزمة الحاصلة في اليمن ككل لتنفيذ أجنداته على الأرض. سيد عبد العزيز الهداشي، أين الخلل بالضبط كونك خبير في الجانب العسكري في تراجع قوات الجيش؟ يعني كيف ترى هذا التراجع؟ كيف نفهم هذا التراجع؟ التراجع في الحقيقة أتى يعني نتيجة عادة ما تبرر الشرعية. أول حاجة الشرعية تبرر بقلة السلاح، تبرر أحيانا بالطيران، تبرر حاجة كثير، لكن الحقيقة المرة أنه لا يوجد جيش وطني أصلا، وأن الجيش تم إفراغه أصلا من العقيدة القتالية. واحد نسجل عندك الشغلة الأولى، المسجلين في مثل الألوية العسكرية مبالغ في العدد. إذا ما تحدثنا بالتفصيل عن العقيدة القتالية، أين المشكلة في العقيدة القتالية؟ ما هي عقيدة الجيش القتالي؟ العقيدة القتالية عندما تأتي بحوثيين وتمسكهم السلطة في مأرب. يعني أعطيك على سبيل المثال، وتكلمنا في هذا الجانب كثيرا، تتذكر المداني الذي أتوا به وعينوا مدير الأمن مأرب، شعلان قائد القوات الأمن المركزي في مأرب، هاشمي ومقرب من الحوثيين، الكحلاني مدير نائب رئيس هيئة الأركان، ابن عمه نائب رئيس هيئة الأركان في صنعاء، هاشمي ومقرب من الحوثيين. أنا لا أقول كل هاشمي حوثي، ولكن هؤلاء في حالة اشتباه. مدير دائرة الدعم اللوجستي هاشمي ومقرب من الحوثيين، مدير تقريبا أغلب الدوائر اللي حق وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان أغلبهم هاشميين ومشتبه في علاقته مع الحوثي. هذا أولا، لأن جزنا العقيد من الحرب الأهلية القائمة في اليمن هي حرب عرقية. ماذا عن التسليح وعن القيادة الاستراتيجية لقيادة هذه المعركة ضد الحوثي؟ القيادة الاستراتيجية آتي لك. عندك يعني مثلا على سبيل المثال رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، هؤلاء لم يدخلوا الكلية الحربية لا لأنهم أبناء مشايخ الاثنين، ولم يتخرجوا من الكلية الحربية إلا لأنهم أبناء مشايخ، ولم يترقوا في مناصبهم إلا لأنهم أبناء مشايخ، ولم يصلوا يتم تعيينهم حاليا إلا لأنهم أبناء مشايخ. فبالتالي هم أتوا من أسرة مشيخ ويتعاملوا مع الحرب ومع التعيينات العسكرية من باب أنهم أبناء مشايخ، فسيتعاملوا بشكل قبلي. يا أخي حتى الآن لا توجد غرفة عملية في مأرب، لا توجد غرفة تحكم وسيطرة في مأرب. جميع أبناء المحافظات الوسطى والغربية والجنوبية استبعدوهم، والتعيينات كلها من إقليم أزال. عندك نائب رئيس الجمهورية من إقليم أزال، وأتى بالمقربين القبليين منه من نفس الإقليم وحينهم في مناصب. عندك وزير الدفاع بنفس القضية، عندك نائب رئيس هيئة الأركان بنفس القضية، أغلب القيادات قيادة المناطق العسكرية كلهم من إقليم أزال، وتم استبعاد وتهميش المحافظات الوسطى بشكل كامل. الجيش نفسه عندما تقاتل وأنت في الجبهة ويتم تعيين شخص كان قاعد في عمران أو في صنعاء يتم استدعائه ليكون قاعد عليه،
وقد قاتل تنتشر الزلازل وياتوا واحد كان قاعد في بيته بيحصل الظروف، هذا لم يكن قد قاتل. سيد عبد العزيز، لكن اذا ما تحدثنا في جانب التسليح وجانب الدعم العسكري، كيف تصف عملية التحالف التي قام بها في صنعاء واستهدف جبال صنعاء في ظل أن الجبهات مشتعلة الآن في مأرب؟ أولا قبل كل شيء بالنسبة كان متوقع أن الحوثي يقوم بعملية بقصف صاروخي للرياض أو لحاجة جديدة تثير ضجة إعلامية، وهذا متوقع، ويمكن أنا نبهت عليه قبل يومين في صفحتي على أن الحوثي بمناسبة الذكرى 5 للحرب سوف يقوم بعمل قصف صاروخي. الهدف من القصف الصاروخي هو التذكير أنا بعد 5 سنوات ما زلت موجود. بالنسبة للعملية الأهداف للحرب الجوية بشكل عام، الحرب الجوية لا تحسم المعركة إذا لم يكن هناك جنود على الأرض. وبمراجعة الحروب الجوية من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، حرب فيتنام، حرب الخليج الأولى والثانية، حرب تحرير الكويت. نعم، سأنقل هذه الملاحظة سيد عبد العزيز إلى سلمان عسكر. سلمان عسكر، كما أشار سيد عبد العزيز الهداشي أن الحرب الجوية لا تحسم المعارك وليس لها تأثير كبير في الجانب العسكري على الحوثيين. طيب، ما هي الأهداف الاستراتيجية والتي حققها التحالف من استمراره وتكراره استهداف جبال صنعاء؟ أتفق كثيرا مع ضيفك العزيز سيد عيسى، يعني الضربات الجوية بصراحة تساعد كثيرا، لكن لا تساعد عندما تكون هناك خيانات على الأرض. يعني لما يكون عندي شرعية مهترئة ومفككة وعندي نائب رئيس لم يقدم على امتداد 40 سنة لليمن شيء، ولا يزال لم يقدم حتى اللحظة شيء، فماذا ننتظر منه؟ المقدشي ماذا قدم؟ يا أخي ضيفك المحلل وضع النقاط على الحروف، أصبح الموضوع شغل قبيلة، هذا قريبي وهذا ابن عمي وهذا ابن خالي وهذا، بينما لم يقدموا شيء اليمن عندما يقول حرب عقيدية. لكن سيد سلمان، أنت تعرف أن هذه القيادات صرحت عدة مرات أنها هي مكبلة من قبل الإدارة السعودية بشكل مباشر والتحالف، ولا تستطيع أن تحدث أي تأثير في الجانب الميداني على الأرض. يا أخي، فاقد الشيء لا يعطيه، دائما هؤلاء يحاولوا أن يضعوا. طيب، لماذا السعوديين إذن اعتمدوا عليهم منذ البداية في حربهم ضد الحوثي؟ تتعامل المملكة العربية السعودية مع شرعية، تعاملت مع الشرعية رئيس هادي وقتها وحينها، ولكن أما أن يأتيني وزراء غير كفو وغير مؤهلين للمرحلة، المرحلة بحاجة إلى رجال. الآن بعد 5 سنوات سيد سلمان اكتشفت السعودية أنهم غير مؤهلين وأنهم لا يستطيعون أن يقوم بالتعيين. يا سيدي، ليست المملكة من يقوم بالتعيين، المملكة العربية السعودية تتعامل مع الشرعية اليمنية الدولية المعترف بها دوليا، قدمت ووقفت وأعطت ومنحت وسهلت، لكن في المقابل يجيني واحد يبيع الرشاش حقه بحزمة كات من خونة الشمال، هذا ما يصير يا سيدي. يجيني واحد يبيع بكم ريال السلاح، هذا يا أخي ليس لديه وطنية ولا أنا. كلمة ضيفك العزيز عندما قال بكاية، لكن هنا سيد سلمان هنا سؤال ملح ومكرر، لماذا التحالف لا يقوم بدوره نحو الجبهات المشتعلة على الأقل في جانب الطيران مثلا، ويدعم قوات الجيش هناك في الجبهات المشتعلة مثل مأرب الجوف الآن التي تشتعل أمام الحوثي؟ شوف يا أخي، العمليات الجوية ليست مجرد خواطر أو هفوات أو رغبات، لا يا أخي، هي تسير وفق مخطط واستراتيجية معينة لضرب أهداف في مواقع محددة، لكن الهدف الأسمى والرئيس يا أخي والجميع ما يعرفه ولا يعلم فيه أن الحوثيين انتقلوا بهذه الأسلحة، ويمكن ضيفك يعرف الكلام هذا، انتقلوا بهذه الأسلحة والمتفجرات والخبراء إلى مواقع مأهولة بالسكان بين المدنيين. كانت خلال المرحلة السابقة عندما انطلقت عاصفة الحزم، صدقني أنها دمرت قرابة 80%، لكن استمرار التهريب الإيراني واحتياطات الحوثيين وعلمهم بأن التحالف يسير وفق خطوات قانونية ودولية ويحترم القوانين والعرف الدولية أنه لن يضرب مواقع مدنية، وضعوها بين المدنيين. الآن هي بين المدنيين في الحديدة يا سيدي، وبين المدنيين في صنعاء، حولوا المدارس التي داخل المدن إلى سكنات عسكرية، مناطق التدريب التي كانت في العام 2016 و2017 نعم في مواقع مفتوحة لم تعد كما
كانت الآن المواقع التدريب الآن داخل الأحياء المدنية. لذا التحالف العربي لن يضرب هذه المواقع المدنية احتراما للمدنيين واحتراما للإعراف والقيم الدولية. لكن الحوثيين لا يميزون هذا الأمر ويسيرون وفق مخطط إيراني. إيران خبيثة في هذا المجال. نعم. انظر ماذا تعمل في سوريا، ماذا تعمل في لبنان، ماذا تعمل. تفضل بالبقاء معي. نعم نعم، نعود لك سيد سلمان. سؤال أخير لعبد العزيز الهداشي. اليوم الميليشيا تحاول التقدم باتجاه مأرب من عدة محاور، ما هي السبل الممكنة لإيقافهم برأيك كخبير عسكري؟ أولا هو قد يكون قرار سياسي أكثر ما هو قرار عسكري. أولا تشكيل مجلس عسكري انتقالي في مأرب بقيادة محافظ مأرب سلطان العرادة، ويتولى هذا المجلس العسكري بعيدا عن وزير الدفاع، بعيدا عن رئاسة الأركان، بعيدا عن علي محسن الأحمر. يتولى هذا المجلس العسكري مسؤولية الدفاع عن المحافظة، وهذا المجلس العسكري هم نفسهم الذين وقفوا ضد الحوثي في 2015، وهم الذين حرروا مأرب، وهم الذين فرضوا وصلوا إلى فرض اثنين قبل تعيين علي محسن الأحمر وقبل وصول المقدشي إلى وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان. هذا أولا. إعلان النفير العام وفتح باب التطوع، كون الجيش الوطني لا يتواجد فيه، الوزير الدفاع قال ان المتواجدين 30%، حقيقه ان المتواجد من الموجودين في الكشوفات لا يصلون الى 10%، لدينا ما يقارب من 200,000، لن تجد اليوم 10,000 مقاتل. ثالث شيء ابعاد جميع المسؤولين او مدراء الدوائر العسكريه الذين فشلوا في عمل اي عمل عسكري او في المهمه الموكله اليهم، ابعادهم جميعا. التجنيد، من يرغب بالتجنيد من ذوي العقيده القتاليه المعاديه للحوثي؟ مش ندي واحد من مناطق الحوثي ونعينه قائد لواء. ابعاد قاده الالويه والمناطق العسكريه الذين لم يكن الذين خسروا المعركه فينا وفي الجو، هذا ضروري نستبعدهم. ما نظل شيء يعني الفاشل تجربة المجرب مرتين أو تجربة الفاشل يعتبر جريمة أثناء وضحت الصورة أثناء المعارك. نعم وضحت. تشكيل خطوط خلفية واطرح خط أحمر في مخارج مأرب في اتجاه شبوة أو اتجاه سيئون، واعتقال أي قائد عسكري يحاول الفرار. نعم نعم وضحت الصورة سيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. نعود لضيفنا من أبها المحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان، إذا مع أهم يعني بخصوص محافظة مأرب وهي تعتبر أهم معقل للشرعية، والشرعية يدعمها التحالف بطبيعة الحال، يعني هل تعي أو يعي التحالف خطورة مستوى تقدم الحوثي في هذه المحافظة وسقوطها بيده؟ أكيد. أنت كما تعلم محافظة مأرب هي عمق استراتيجي للشرعية والتحالف. إذا لماذا لا يدعمها يعني بالشكل المطلوب؟ ما فهمت كيف يدعمها بالشكل المطلوب. يعني هل التحالف يعي الآن أهمية محافظة مأرب كونها الآن الثقل العسكري يتمركز الآن؟ نعم. جميعه في مأرب. نعم. وعلى التحالف أن يدعمه بشكل أو بآخر، بأي يعني سقوط محافظة مأرب لا سمح الله في حالة تطورت الأحداث العسكرية. نعم. واجتياحها من الحوثي، ماذا هل يعي التحالف خطورة سقوط مأرب بيد الحوثي أم لا؟ واضح 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 سيدي. شوف مأرب أنا زرتها 3 مرات منذ انطلاق عاصمة الحزم، وأؤكد لك من واقع شاهد عيان أن مأرب محصنة. لكن كيف محصنة؟ كيف محصنة؟ محصنة يعني بصراحة النقاط على حدود المحافظة في مأرب التقائها مع المدن الأخرى، يعني بصراحة حتى صرواح كانت هناك مخاوف من صرواح، وكانت هناك بعض النتوءات في صرواح مع بعض الحوثيين وسيطرت الشرعية على ذلك. ولكن أنا أقول في السابق، الآن أنا قلق وأنا أتوقع ولدي مخاوف بأن الحوثيين هدفهم الأساسي والرئيسي الآن هو مأرب، لكن مأرب بعيدة عنهم لعدة أسباب. أولا هي تقع تحت حصانة التحالف، ما لا يعلم أن التحالف شبه أسبوعي أو شبه يومي يصد عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي يتم إسقاطها في محاولة لاستهداف مواقع أو أهداف معينة في مأرب. أضف إلى ذلك أن ما أشار إليه ضيفك العزيز حول ضرورة وجود غرفة عمليات
في مأرب هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك غرفة عمليات مشتركة بين التحالف والشرعية تدار من قبل خبراء عسكريين على درجة عالية وخبرات يعني بصراحة متقدمة. مأرب في أيدي أمينة حتى هذه اللحظة، ولكن يجب وأنا أكررها ألا نخدر أنفسنا بكلمة محصنة أو قوية أو لديها قوة. الحوثي عندما أسقط الجوف كانت الجوف محصنة، نعم، ولكن ماذا حدث في الجوف؟ هذا السؤال تستطيع أن توجهه لوزير الدفاع المقدشي ولكبار الضباط اليمنيين، لماذا انسحبوا إلى اللبنات؟ أنا لا أعلم ماذا حدث، أنا لا أعلم. هل هناك خيانة؟ أنا لا أعلم، أنا لا أستطيع أن أتكلم بشيء لا أعلمه. نعم وضحت صورتك. وضحت الصورة سيدي. أتمنى من أبناء الشمال يا سيدي أن يراجعوا أنفسهم. نعم وضحت فكرتك سيد سلمان عسكر المحلل السياسي، كنت معنا من أبها، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.